سونار ثلاثي الابعاد ورباع الابعاد. ايه الفرق بينهم وامتى اعملهم وهل لو اتعملوا كتير غلط ولا لا؟ اول حاجه السونار ثلاثي الابعاد هو صوره، انا بصور واحد صوره فده سونار ثلاثي الابعاد. رباع الابعاد هو فيديو. يعني ايه فيديو؟ انا بصور واحد لمده دقيقه او لمده ثواني وهو بيتحرك. ده الفرق الوحيد اللي ما بينهم، انما فايدة علميه مش بتفرق كتير قوي. طيب امتى اعملهم؟ يفضل عمل سونار ثلاثي الابعاد في 3 اوقات من الحمل، في الشهر الثالث، في الشهر الخامس، في الشهر السابع، لان كل اوقات فيهم بيبان فيها تشوهات معينه. طب هل انا عملت اكتر من كده فيها مشكله؟ لا، انت ممكن تعملي متابعه حمل كله بربع الابعاد، كل مره تعملي ربع الابعاد ما فيهوش مشكله خالص. بنعمله دلوقتي عشان لو في اي مشاكل خلقيه لا قدر الله في البيبي بنبقى عارفينها، سواء مشاكل خلقيه بتؤدي الى الوفاه بعد الولاده فمما يتيح لنا ان احنا نعمل ترمينيشن او انهاء للحمل ده، او مشاكل خلقيه حتى نفسيه ان الام تبقى عارفه البيبي لما هينزل هيبقى عنده كذا فتبقى نفسيه متقبله الموضوع يعني. او نبقى مجهزين مكان للبيبي اول ما ينزل، سواء هيعمل عمليه او حاجه، نبقى احنا عارفين ومجهزين كل الاحتياطات بتاعتنا اول ما البيبي يتولد. بنصح طبعا لازم نعمله على الاقل لو هيتعمل مره بس في الحمل ممكن يتعمل في الشهر الخامس، انما احسن حاجه هو 3 مرات، الشهر الثالث والشهر الخامس والشهر السابع.